انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. بشكر حضراتكم جدا على تفاعلاتكم على الفيديوهات اللي عرضتها وردي على رحوم الحرامي وخير الأرجوز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وبالنسبة للناس اللي ما تعرفش الموضوع ده، أحب أوضح أن رحوم الحرامي النصاب المتنصر والهارب خارج مصر من حكم قضائي في قضية اختلاس أموال من جامعة المنيا، استضاف طليقي خيري شوقي توفيق علشان يشوهوا صورتي وصورة الإسلام ويتهموني بإني رحت الإسلام لأنه دين ساعدني على الدعارة. وطبعا وضحت ليهم ولكل الناس سواء من النصارى أو من المسلمين الدعارة دي موجودة فين بالضبط، وكل الكلام اللي قلته كان بالأدلة سواء من الكتاب المقدس أو من تفسيرات أباء الكنيسة ورجال الدين المسيحي. والنتيجة اللي طلعنا بيها من عرض الأدلة إن الكتاب المقدس فيه ألفاظ وعبارات خادشة للحياء، وفيه وساخة الزنا وفحشاء الإنسان، وإن جدات يسوع زانيات وكانوا بيشتغلوا في الدعارة، وده كلامهم مش كلامنا إحنا. وفي تصريحات بالفيديو بتوضح إن الكنائس فيها دعارة. وهكتب لحضراتكم عناوين الحلقتين اللي فيهم كل الكلام ده في صندوق الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله. بالمناسبة عايز أقول لك حاجة يا رحومة ألفت نظرك ليها. أنت غيرت دينك ورحت الدين بيقول إن الرب خروف بسبع قرون، والدليل موجود في سفر الرؤيا. ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة في وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. وربك كمان اللي بتؤمن بيه بيحتاج للحمار، وكمان الحمار ده مسروق. والدليل في إنجيل متى: ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان آتانا مربوطا وجحشا معها، فحلهما واتيان بهما، وإن قال لكما أحد شيئا فقولا الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما. والنهاردة هبدأ من حيث انتهيت في ردي على الحرامي والأرجوز، واللي اعترف فيه الأرجوز في تسجيل صوتي إن رحومة ضحك عليه ووعده إنه هيدي له فلوس علشان يسجل معاه، وبعد ما سجل معاه الحلقة مرديش يدي له أي فلوس وعمل له بلوك. انا عملت الحلقه دي، هو كان وعدني ان يساعدني ويبعت لي فلوس، وانا قلت له ان يعني الكنيسه هنا بتساعدني وجاب لي سكن ب 450,000 ب 45,000، وقلت له انا مش لاقي اكل العيال، هو ما بعتليش اي حاجه خالص، قال لي بعد الحلقه حوالها تجي لك، ولا في حوالها جت ولا في اي حاجه شفتها منه تاني. اقول كل يوم بعد راح هو عمل بلوك على الماسنجر عشان ما بعد يطلب مني اطلع معاه تاني الفيديو تاني. قلت له مش هطلع في الفيديو تاني، انا ما خدتش حساب الحلقه الفيديو اللي انت عملته، انا عايز اكل العيال، انا غلط اطلع على النت، انا عايز اكل العيال، انا عايز الناس تعرفني واكل العيال، اجيب لهم اكل عيال عيش حتى ما فيش. ولكن هو برضو اصر انه ما فيش اي حاجه، عباره عن اي حد بعت له اي حاجه ياخدها وما يرضاش يدينا اي حاجه، ما فيش حاجه وسكت. وعلشان الناس اللي ممكن تشكك في صحه التسجيل الصوتي اللي عرضته، احب اصدمكم واعرض اعتراف الأرجوز خيري بالصوت والصوره. اسمي خيري شوقي، تاكيد دين تقصير
اللي يتجوز جوز جاهد من جاعة 23 سنة مع الأول باسم عبدالله أسابي فيلي بطرس. جيت بعد كده وقعت في البدر من انتقل محمد الحمار اتكلمت مع بطول محمد الحمار فقلت تعالى اعمل حلقة معايا وانت عايز ايه بطول كل شيء هنا وبسجنة هنا دلوقتي تعالى هنا وانا طبعا محاج يساعدني عشان اسافر اطلع بالعلم من مصر بطول محمد الحمار ما ساعدنيش البتة ولا مد ايد المساعدة ليا خضر بتاتا ولا انا في مصر احنا كنا بنقول يا دكتور محتاجين كذا كلش كان ينقل يعمل لنا بلوك انا مش عملت معانا فيديو قلت له انا محتاج فلوس يلا اديك فلوس عايز اصرف اكل وشرب اديك مصاريف اكل وشرب ما شفت منه مصاريف اكل وشرب ولا عم ساعد عملت الفيديو ولا شفت منه حاجه قلت له عايزين نلم العم خير عايزين نساعد عم خير انا ما شفتش منه اي حاجه غير لما كنت محمد احمد سابنا كده في مهبري ولا سافر بره ولا عمل اي حاجه عبارة عن واحد يا ترى يعني معلش يعني هو الله يسامحه يعني كان المفروض كان يقول انا مش هعمل معاك كده ولا لا انت عايز مثلا قلت له انا معايا اربع اطفال مش عارف اكلهم من السجاير ومش عارف اكلهم من السجاير والمصاريف الاكل والشرب شديده وانا مش عارف اشتغل انا مش عارف اشتغل وانا في السجاير واكل العيال اجيب لهم بكام عيش بكام غموس مفيش كتر خير من كلمه اللي كان يسال ساعدونا عشان الاكل والشرب مش هيدونا كل يوم مش هيساعدونا كل يوم كتر خير احنا جينا هنا عايزين نمشي من هنا عشان خاطر الوضع هنا مش امن هنا بلد فيها حظر فيها حظر تجاري فيها حظر وفيها خطر وسرقه وقتل وما فيهاش حكومه وغير كده البلد هنا نفسها الاقتصاد بتاعها واجع يعني الناس بتقتل الاكل وبعضيها في الشوارع وبيفتكوا البنات غير التهديدات اللي بيجينا هنا في السودان واحنا قاعدين على يعني على خطف العيال ما نقدرش اسيب العيل يطلع بره لازم ننزل نمشي معاه العيل بيتبع نص نزل انزل معاه ما خلوش يجيب حاجه ولا راح لا يجيب منين مش عارف وربنا يتمجد وربنا يدي ايده ويتمجد اهم حاجه في الفيديو ده ان رحومه ما ساعدوش البته مش فلح يا رحومه غير انك تقول عايزين نلم العم خيري عايزين نساعد عم خيري وفي الاخر تاخد انت المساعدات يا حرامي مش بنشحت لعم خيري بس انا بطلب منكم خدمه السودان واقعه خالص خدمه الدوله العربيه دي ارجوكم اقفوا معانا عايزين نساعد عم خيري وعياله يعيشوا عايز حد راجل محترم وانا عارف ان الرجاله المحترمين كتير قوي في الدول الاوروبيه وفي استراليا وفي امريكا وفي كندا عايزين نودي دوله محترمه تاني انا بطلب من المشاهدين اخوكم انتوا عارفين مش بنكذب اهو بلاش تخلي الشيطان يعطل خدمتك ومحبتك ليسوع اقف مع الراجل الطيب ده اقف مع الراجل الطيب ده عايزين يعيش ووكل عياله المكان اللي هو فيه الكنيسة قامت بدورها وأجرت له مكان خلاص أنا هو بس مش ما عندوش فلوس مش عارف يصرف مش عارف يوكل أربع عيال وهو هادي خمسة مش عارفين يأكلوا بيقولك مش لاقي أجيب لهم العيش الخبز يعني كتر خير الكنيسة اللي هي تبع جهة ما مش هنقول إيه عشان ما يزعلوش مننا واقفين معاه بالايجار لاقوا له المكان وادوا له المكان احنا بقى عايزينه ياكل ويشرب ارجوكم اقفوا مع الراجل اللي اتمسك بالمسيح رفض يبيع ما لو باع ده كان هيبقى في شغله مدير عام التجاره بتاعته عنده دكان كمان بعد الشغل او كان هيملأ له بضاعه ويرجعوا له الست غاده يعني سيده الجمال والعفاف ويرجعوها له لكن هو رفض قال لا ما بيعش مسيحي ساعدوا اخوكم انا ما بطلبش بالحاح بس عايز تحسوا بالخدمه صعبه قد ايه شوف البجاحه بتاعته بيقول ان احنا مش بنطلب بالحاح وهو اصلا مصور الفيديو ده علشان يتسول يعني حرامي وبجح كمان وبيسرق فلوس المتبرعين النصارى باعتراف الاراجوز اللي جابوا كومبارس معاه علشان يقول الكلام اللي قاله له مش مكسوف من نفسك يا حرامي والمسيحيين اللي بيدوك تبرعات علشان الحالات دي هل هم
هم مغفلين ولا هم عارفين ان انت بتستغفلهم ومطنشين علشان بس انت طالع تشتم في الاسلام؟ ويا أرجوز يا متخلف، لما انت مش عارف تأكل العيال بتهرب ليه بيهم برا مصر وتروح دولة بتقول عليها ان الاسعار والحياة فيها غالية؟ انت متخلف اصلا انك صدقت واحد حرامي زي ده وسمعت كلام الكنيسة اللي ضحكت عليك ورمتك زي الخنزير، وفي الاخر رجعت مصر تاني ورحومة من لم بقى من وراك الاف الدولارات يا مغفل. واضح ان رحومة واخد على النصب والاحتيال لدرجة اني احتال على شخص اسمه علاء العدل استضافه اخونا محمد نصيف. علي من عائلة العدل يعلن ايمانه بالمسيح على الهوى، وادي الفيديو التاني ليه بعنوان علاء العدل يكشف اسرار الفنانات تركوا الاسلام وقبلوا المسيح. ادي ايه الصورة، وادي معانا الاستاذ علاء العدل نفسه يثبت ان او يتكلم هو عن القصة والفبركات اللي بتحصل من محمد رحومة. رحومة بصراحة رجل نصاب، وانا اكتشفت انه بينصب على الاخوة المسيحيين كلهم وبيضحك عليهم وبيستغل الناس في جمع فلوس وجمع تبرعات ومش عارف ايه، ليه يعمل شهرة اعلامي لنفسه ويعمل شهرة لنفسه ويلم فلوس على حساب الناس دي. انا عامل معاه زي من 6-7 فيديوهات، ده غير فيديوهات ناس تانية كنت انا اللي ببقى مسؤول عن ان هي تتعمل، اشخاص تانيين يعني، كنت انا اللي بصور وانا اللي بجهز الحلقة وهم اللي بيطلعوا، غير اللي انا طلع فيها بشخصي. وانت اللي بتفبرك الاخبار كنت؟ طبعا. هو رحومة للأسف عايش على النصب وعلى الضحك على الاخواتنا المسيحيين الطيبين. ازاي لما يطلع طبعا كان يعمل الافلام والبرامج والحاجات دي ويطلع يشوه الناس اللي كانت مسيحيه المسيحيين واسلموا، طبعا كل ده بيلم عليه تبرعات وبيلم عليه فلوس، ويجي بعد ما يلم ويجمع ويعمل الناس اللي هو استخدمهم بيقوم جاي ايه مسيحهم من حياته. عرفت يا استاذ محمد؟ بيستغنى عنهم، بيرميهم، بيعمل معاهم اي مواقف يعني زي ما بنقول بالبلدي كده مواقف واطيه ماشي، وفجاه تلاقيهم جاي عامل لهم بلوكات ومستغنى عنهم. ده هو عمل بلوك على الماسنجر عشان ما بعد طلب مني اطلع معاه تاني الفيديو تاني، قلت له مش هطلع في الفيديو تاني، انا ما خدتش حساب الحلقه الفيديو اللي انت عملته، انا عايز اكل العيال. انا كنت بقول يا دكتور تجيب كذا كان ينقض عامل لنا بلوك، انا مش عملت معاه الفيديو، قلت له انا محتاج فلوس اديك فلوس، عايز اصرف اكل وشرب اديك مصاريف اكل وشرب، مش شفت منه مصاريف اكل وشرب ولا عملت الفيديو ولا شفت منه حاجه، وفجأة تلاقيهم جاي عامل لهم بلوكات ومستغنى عنهم بعد ما بيكون استغلهم وبعد ما بيكون لما عليهم الفلوس ولما عليهم التبرعات والكلام ده. والغريبة ان الأرجوز خيري لما سجل الفيديو مع رحومة الحرامي اعتقد انه في امان وبدأ يشتم في الامن، فتعالوا نشوف بيقول ايه عن الامن المصري. الامن العام عندنا في مصر بيتواصل مع اي واحدة بتنكر المسيح، لان هو الامن العام بيستخدمها كداعرة، عارف ان دي مكانها فين والاماكن بتاعت بني سويف دي فين. الامن الوطني، الامن الوطني هو الامن الزفت الوطني ده، هم عارفين مكان الناس راحت فين وعلى علمهم وهم بياخدوا بيسلوا بيهم. كل حته تانية يسالون ايه اللي حصل، تعال روح تعال، سايبتني الشركه تخلصكم وبطلت، يقول مش لازم تبع كل يوم تاني تيجي تروح الامن العام، يعني مش عايزين دوشه. الخنزير ده بيهين الأمن الوطني في مصر وبيقول إنه بيستخدم أي واحدة أنكرت المسيح كداعرة، وأنا من هنا بقدم بلاغ للأمن الوطني ضد هذا الكائن والمقيم حاليا في محافظة أسيوط بعد رجوعه من السودان، واللي كان معتقد إنه مش هيرجع مصر تاني، لكن يشاء القدر إن الحرب تبدأ في السودان ويضطر إنه يرجع مصر مجبر ومكره. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وانتظرونا في الحلقة القادمة مفاجأة كبيرة فجرها هذا الأرجوز من غير ما يدرى هو بيقول ايه، وبرضه كله بالأدلة كما عودناكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.